السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدون مقدمات، وحشتوني وحشتوني كتير. مش عشان غايبين عني أبدا، الأهلاوي الحقيقي الأهلي عايش جواه في أي مكان، جماهيره بيلاقيها في كل مكان، لأن ده أعظم جمهور في الكون. وحشني جدا إن أنا أكون متواجد في وسطيكم، وحشني جدا إن أنا أكون أتكلم باسم الأهلوية بعد ما كنت لعيب جوه النادي، جمهور فلاعب، والنهارده بتكلم باسم نادي الأهلي. شعور جميل، شعور مختلف، لأن ببساطة ده واحد من جمهور النادي الأهلي وهو خالد العوضي. يا رب بإذن الله يكون التوفيق حلفنا أن يكون ناطق باسم النادي الأهلي، بكل كلمة للنادي الأهلي، بكل كلمة لجمهوره، بكل كلمة نقدر نساعد بيها إن شاء الله الأهلي في مكانة كبيرة جدا بإذن الله. هندافع عن النادي الأهلي، هنتكلم في كل حاجة، أهم حاجة هنقول الكلام المظبوط الصح علشان خاطر النادي الأهلي يفضل دايما في أحسن مكانة ليه، وأحسن مكانة الجمهور عايزها يشوف النادي الأهلي.